بعض المؤشرات أواخر سقوط الدولة المرابطية اللي كانت فرصة تاريخية لتأبيد واحد النموذج إسلامي قوي عسكريا وحضاريا. المرابطون آنذاك تحديات الانفتاح وبناء إمبراطورية من واحد سيوة إلى نهر السنغال إلى جنوب فرنسا تثير لهم إشكالات تنظيمية واقتصادية وسياسية وهذا. والولاة في عهد السلطان الضعيف وخا كان صالح كان ضعيف علي بن يوسف التشافين يظلمون الناس. والخمر قد شاعت حتى في داخل مدينة مراكش. الفقهاء الذين أكل إليهم سير الدولة وسلموا مفاتيحها بكل ثقة من ولي الله يوسف بن التشفين وولد علي بن يوسف التشفين داخلين في نقاش في جزئيات فقهية وفروعيات فقهية وجدل ومنطقي وجالسين في مسجد الكتبية على النقاشات الخاوية حتى وصل النقاش في إذا قلت لا إله إلا الله ففي اللحظة اللي كتنطق لا إله هل تدمر الإنكار أم الاستصحاب وهل هذا يناقض منطق اللغة ومنطق المنطقي أو لا ثم عندما تقول إلا هل تستدرك تأسيسا أم تستدرك تباعا أم تستدرك استحابا ونادي اللي يقول من قال لا إله إلا الله وأدمر الإنكار في هذه اللحظة فقد كفر ومن قال من لم يضير فقد ناقض ودخلنا في النملة من كتبول وخلينا الحضارة وهذا شيء تاريخ ديالنا وديك الساعة ما كانوا لا الميريكان لا الإسرائيليين ما كانت فرنسا ما كان ميتيران ما كان برنامج ميدا ما كانت فرنسا ما كان كنا غاب وحدينا ولكن العقل ديالنا انطفأ فجأة دخلنا في جدل لا معنى له هلكنا فعلا رئيس المجلس العلمي لمدينة الدار البيضاء عمل الدكتور السكتال ديالو في تحقيق كتاب ديالو الروض المريع في علم البديع وكاتب البلاغة ولكن سميته ابن البناء العددي كان ماتيماتيسيان والعائلة ديالو كلهم سميته آل العددي وكانوا ديجيني في المات ابن البناء لما كتب كتابه في الأعداد والحساب قد الكتاب قد المقدمة الشرعية في التأصيل الشرعي لعلم الأعداد ولاش أخويا علم شريف بنفسه مستقل قائم نحتاج إليه وكتف المقدمة وإنه والله ما شغلني بهذا العلم إلا أنه علم ينفع في الحساب والمواريث والأهلة والمواقيت إيه وما يصلحش ينضم للسوبر مارشي الطوموبيلات حيت داكشي ما وصلناش ليهم يعني واش معقول هاد الغباء يكون وصلنا ليه تصوروا لما ولينا في عصور الانحطاط اللي بغى يكتب كتاب في التاريخ خاصو يبدا يحلف في المقدمة وحق الله العظيم ما عصيت الله تركت علم التفسير وإنما انطلقوا من قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا وتلك الأيام ندارها بالناس يعني وصلنا لواحد المستوى من التحرج بحيث محى في ذهننا قراءة الكتاب المنظور وبقى الجدل في الكتاب المسطور الآن إذا أردنا صناعة حضارة جديدة ينبغي أن يترسخ في وعي أبنائنا أنه بقدر ما يشرف المشتغل بعلم الحديث والتفسير بقدر ما يشرف المشتغل بعلم الطب والفلك وأن السيارة تتمشي بربعاد العجلة تمشي بجوج وأننا لا نستطيع لأننا نحن مسلمين ولكن في الأرض ماشي مسلمين في السماء نحن مسلمون في الأرض لأننا مسلمون خصنا نقرأ الشرع في الأرض خصنا نقرأ العلوم الأرضية وما لم نستطيع أن ننتج نهضة متوازنة بين هذين ثم الفادح والفاجع والفاجعة ماشي فقط أننا أدمرنا قراءة الكتاب المنظور وبالتالي قرأنا قراءة سليمة للكتاب المسطور المصيبة أن هذا الكتاب المسطور لا يتجلى إلا بالكتاب المنظور ولهذا دابا شكون اللي فينا كيقفل شوية في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم المجيد الزنداني وزغلول النجار وموريس بيكاي الناس اللي قرأوا العلوم الآن إذا أردت أن تؤمن خصك ترجع تقرأ الفيزيك والمات والسيونس وعلوم البحر ولا ما عمرك تفهم قوله تعالى والبحر المسجور يمكن تقول إذ البحار سجرت حديث عن يوم القيامة إذ ستشتعل والبحر المسجوري اللي كاين دابا المسجور نعت ديالو حاصل الآن دائم فإذا في العمق نحن اللي ضيعنا قراءة كتاب المسطور لم نقرأ المنظور لم نقرأ كتاب المسطور ولما ما قريناش بقينا كنحفروا عمودين في الجدل العقيم معاود نكرروا نفس الكلام وهذا اللي خلى المفسرين في العوض يتقدموا الإعجاز العلمي بقاو يناقشوا كم عدد ركاب سفينة نوح قيل 8 وقيل 12 والتمالك هز ليهم قفة زيد سيدي القدام شوف الله قال وما آمن الا قليل جا سيد قطب استنتج منها السنة الكونية أن الحق لا يتبعه إلا قلة ما سوقوكش فيهم شحال هما ولهذا في نهاية المطاف خسرنا الكتابين ثم خسرنا أنفسنا ثم خسرنا الريادة وأصبحنا مستلحقين نشحة من الغرب الطائرة والصاروخ ونشحة من لقمة الخبز شنو معنى نجيبهم من الأمريكا الكمبيوتر ونجيبهم من القمح يعني إحنا موتى حتى وحدة ما نصلحوا لها حتى الزراعة البدائية التي ظهرت في بلاد ميزوبوطامي منذ 10,000 سنة يعني قبل ظهور سيدنا إبراهيم 5,000 عام ما بقيناش نعرفوا لها لا انتهينا إلى شيء لكن كل شيء هنا وهنا مرتبط بهنا هنا استقلال فكري وهنا ثقة في الذات وهذا الشيء يمر عبر مكون اللغة ومكون الذات ما بغيتش نطول في هذه النقطة العنصر الآخر